وصفة فتة كفتة الفريك بصوص الزبادي. عشان نعملها عندنا أول طبقة اللي هي العيش. ده عيش شامي قطعناه مكعبات، يا إما تقلوه في زيت غزير وتطلعوه تصفوه وتدوله ملح وفلفل، يا إما تحمصوه في الفرن. الطبقة التانية هتكون عبارة عن فريك بدل الرز، تقدروا تستخدموا رز طبعا. هعمل منها فريك، فأنا عندي هنا فريك مغسول ومنقوع ومتصفي. هاخد معاه بصل مفروم، بقدونس مفروم، ثوم مفروم، و بهارات، بهارات كفتة، بهارات سبع بهارات، زي ما انتوا عايزين. بعد كده الطبقة اللي بعدها هتكون الكفتة، والكفتة هعملها بلحمة مفرومة وتوم وسبع بهارات. بعد كده هيكون عندي الصوص الأحمر، هيتعمل بالبصل والتوم مع مفرومين طبعا، مع طماطم مبشورة بدون القشر بتاعها، صلصة طماطم وملح وفلفل وزعتر ومعلقة زيت. تقديم او للتزيين هيبقى عندي لوز وبقدونس وتوم ولوز، وللصوص بتاعها هيكون عندي زبادي مع ملح مع توم وعصير ليمون، وتقدروا تضيفوا له معلقتين من الطحينه. هنعمل ايه؟ اول حاجه هاخد العيش في طبق التقديم، تاني حاجه هعملها هي الصوص بتاع التقديم اللي هو صوص الزبادي، اللي هو عبارة عن ثوم مفروم، عصير ليمون، زبادي متصفي من ميته، عايزين تحطوا له طحينة حطوا، رشة ملح عشان ما يبقاش فيه اي تكتلات في الزبادي، وأقلب كويس قوي قوي. يبقى دي تاني طبقة تانية خلصت على جنب كده اهو، علشان الامور تبقى واضحة قدامكم. الكفتة خلطناها مع بعض، كورناها ودخلناها التلاجة ساعتين عشان لما نيجي نسويها ما تفكش مننا. معلقة زبدة كبيرة، واروح هنا عند الووك. الكفتة دي احنا اصلا عملناها ازاي؟ لحمة مفرومة، بسم الله، ملح، فلفل اسود، سبع بهارات او بهارات الكفتة، ثوم مفروم، ونعجن كويس قوي قوي قوي. والكفتة هنا تكون واخدة وشين فرن. وبعدين ببتدي اني اصبعها صوابع او كرات زي ما انتوا عايزين. بعدين بدخلها التلاجة، وطبعا تقدروا تشيلوها في الفريزر، وطبعا تقدروا تحطوا لها بقدونس لو حبيتوا. طلع منها اي هواء واي خشونة او تعرجات، ولو احتجت اني ابل ايدي بالمية او بالزيت اقدر اعمل كده طبعا. سمنة، زبدة، زيت، ميكس زي ما انتوا عايزين. الكفته طبعا كالعاده مش بتتقلب كتير عشان ما تفكش مننا. تقدروا تستخدموا بهارات لحمه، تقدروا تستخدموا سبع بهارات، تقدروا تستخدموا بهارات الكفته، وكل ده هتلاقوه عند العطار وعند السوبر ماركت. وكده الكفته تكون جاهزه انها تدخل التلاجه. ابص على الكفته اللي على النار اول حاجه، تاني حاجه اشوف الحله زمانها سخنت عشان نقدر ان احنا نسوي الفريك. بسم الله، حلو قوي قوي، رائع، بتستوي كويس جدا. هسيبها في حالها وهاجي على الحله السخنه للفريك، هحط معلقه من الزيت، هحط معلقه من الزبده، هحط ثوم مفروم، سبع بهارات، بصل اخضر، بصل ابيض مفروم، وبقدونس. نعمل ايه هنا بقى؟ نشتغل واحده واحده. اول حاجه البصل، يبقى هنا في زيت وادي بصل، مع البصل ملح، فلفل اسود، سبع بهارات،
او بهارات كفته، تقليبه، ثوم مفروم، تقليبه، الفريك، رشه بقدونس او كزبره، معلقتين طماطم مبشوره من غير القشر بتاعها، وقلب. كله امتزج مع بعضه. انزل بالميه السخنه المغليه. بسم الله. اقلب واسيب الفريك يستوي. ابص على الكفته، شوحت بس ما استوتش. هوسع لنفسي، هنزل مكعب زبده مع الفريك، هاخد مكونات الصوص كله مره واحده عشان ما افضلش رايحه جايه، وادوخكم. وسعت لنفسي مكان في الوك، هنزل فيه البصل المفروم. بسم الله. هحط معاه البهارات المشكله، هحط معاه الزعتر، واقلبه تاني. هحط معاهم الثوم المفروم. كل حاجه تاخد وقتها كده وتطرى. انزل بعدها طماطم مبشوره بدون القشر بتاعها، صلصه طماطم او طماطم مركزه، وارجع اخلط معاهم الكفته، واجيب لهم كوبايه ميه سخنه. العيش جاهز، الكفته بالصوص الاحمر جاهزه بتستوي، الطبقه بتاعه الفريك بالخضار جاهزه بتستوي. يبقى فاضل لي، وطبعا الصوص بتاع الزبادي جاهز، مخلوط جاهز. دلوقتي فاضل لي بس الطشه اللي هتكون على الوش. عباره عن ايه؟ طاسه هنا سخنه، هنزل عليها زبده على الزبده، ثوم مفروم، لوز متقشر، بقدونس او كزبره. بس كده، وهتترفع من على النار لوقت التقديم. نقلت الفريك بالخضار على نار اهدى وسايباه يتشرب عشان اغطي عليه. الكفته وطيت عليها لان خلاص استوت او دخلت يعني في التسويه الاخيره.